السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، في هذا الدرس إن شاء الله سنتابع مع درس الكتابة، حيث سنتعرف همزتا الوصلي والقطعي في الأفعال. بداية، الهمزة الوصلي لها صورة واحدة وهي تكسر ألف، فقط لها هذه الصورة فقط. أما همزة الفتح فتأتي على ثلاث صور، مفتوحة ومضمومة ومكسورة كما هو موضح هنا. إذا همزة الوصلي لها صورة واحدة، تكتب ألف دون همزة. أما همزة الفتح فتكتب همزة مفتوحة وهمزة مضمومة وهمزة كتابة همزة الوصل وهمزة القطع في الأفعال على عدد حروف الفعل الماضي. إذن تعتمد كتابة همزة الوصل وهمزة القطع في الأفعال على عدد حروف الفعل الماضي. لاحظ الفعل الماضي. وتنقسم الأفعال إلى فعل ثلاثي وفعل رباعي وفعل خماسي وفعل ثلاثي. ما المقصود بفعل ثلاثي؟ الفعل الثلاثي أي أن عدد حروفه ثلاثة، مثل أخذ واحد اثنان ثلاثة، وأسف عدد حروفه أيضا ثلاثة واحد اثنان ثلاثة. فهذا الفعل الذي يتكون من ثلاثة حروف يسمى فعل ثلاثي. ولدينا أيضا الفعل الرباعي ويتكون من أربعة حروف، مثل أرسل واحد اثنان ثلاثة أربعة، وأحسن أيضا يتكون من أربعة حروف، واحد اثنان ثلاثة أربعة. الفعل الثلاثي والفعل الرباعي الهمزة فيهما همزة قطع. الفعل الثلاثي والفعل الرباعي الهمزة فيهما همزة قطع. أما الفعل الخماسي وهو الفعل الذي يكون عدد حروفه خمسة، مثل اختلف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واصطفى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. ولدينا أيضا الفعل السداسي، أي أن عدد حروفه ستة، مثل استسقى واستخرج، تكون الهمزة فيهما همزة وصل. لاحظ اختلف اصطفى. وللتمييز بين همزة القطع وهمزة الوصل نضع مباشرة إحدى حروف العطف، فإذا سقطت الهمزة من اللفظ تكون همزة وصل. فأقول واختلف، لاحظ لم أقم بلفظ الهمزة إنما سقطت من اللفظ، فقل واختفى واو خاء واختفى، استخرج واستخرج واو في مباشرة واستخرج. نعم، انظر عزيزي الطالب إلى الجدول الآتي. لدينا مجموعة من الأفعال الماضية ثلاثية مثل كتب ودرس، رباعية مثل أرسل وأقدم، خماسية مثل ابتسم واقتصد، ولدينا أيضا أفعال سداسية مثل استغفر واستعمل. الأمر من الفعل الثلاثي كتب اكتب، والأمر من الفعل الماضي الثلاثي درس ادرس. ونوع الهمزة في الأمر من الفعل الماضي الثلاثي تكون همزة وصل، فأقول واكتب وادرس. لاحظ سقطت من اللفظ فهي همزة وصل. أما الأمر من الفعل الماضي الرباعي أرسل، أرسل أقدم في الماضي وفي الأمر
أقدم، وهمزة الفعل الماضي الرباعي والأمر منه همزة قطع. أرسل أرسل، أقدم أقدم. ولدينا الفعل الخماسي الذي يتكون من 5 حروف، في الماضي تكون همزته همزة وصل مثل ابتسم اقتصد، وفي الأمر أقول ابتسم واقتصد أيضا همزة وصل. أما في الفعل الثلاثي مثل استغفر في الماضي وفي الأمر استغفر، استعمل في الماضي وفي الأمر استعمل أيضا هذه الهمزة همزة وصل. إذن همزة الوصل تأتي في الماضي السداسي والأمر من. ننتقل الآن لنتعرف مواضع همزة الوصل. أولا تقع همزة الوصل في الأمر من الفعل الثلاثي مثل اقرأ، الماضي منها قرأ ثلاثي، اسمع، الماضي منها سمع أيضا ثلاثي، أعلم، اطلب، الماضي منها طلب، طلب فعل ثلاثي. فإذا جاء بصيغة الأمر تكون الهمزة همزة وصل. وتأتي أيضا همزة الوصل في الفعل الماضي وفعل الأمر من الفعل الخماسي، اجتمع في الماضي واجتمع في الأمر، ابتكر في الماضي وفي الأمر ابتكر. وأيضا نجد همزة الوصل في الماضي والأمر من الفعل السداسي، استغفر في الماضي وفي الأمر استغفر، استعمل في الماضي وفي الأمر استعمل. أما همزة القطع فنجدها في الماضي الثلاثي مثل أكل وأخذ، ونجد أيضا همزة القطع في الماضي والأمر من الفعل الرباعي، فنقول أرسل في الماضي وفي الأمر أرسل، أقدم في الماضي وفي الأمر أقدم. ننتقل الآن لحل التدريبات الواردة في الكتاب. السؤال الأول يقول حول الأفعال في الجمل الآتية من المضارع إلى الأمر مغيرا ما يلزم. إذن لدينا مجموعة من الأفعال المضارعة نقوم بتحويلها إلى الأمر، ثم نبين نوع الهمزة. يستخدم أصحاب المصانع العمال الماهرين. في الأمر نقول استخدم العمال الماهرين همزة وصل. أنت تكتب بخط جميل، اكتب بخط جميل همزة وصل. ينتظر الجمهور فريقهم الفائز في المطار، انتظر فريقك الفائز في المطار همزة وصل. أنت تنجز واجباتك في مواعيدها. في الأمر نقول انجز واجباتك في مواعيدها همزة قطع. ننتقل إلى السؤال الثاني يقول هات الفعل الماضي لكل فعل مضارع أو فعل أمر مما يأتي. لدينا يمتحن فعل مضارع، أخبر فعل أمر، يستحيل فعل مضارع، يأمن مضارع، استمع أمر. يمتحن في الماضي، امتحن، أخبر، أخبر، يستحيل، استحال، يأمن، أمين، استمع، استمع، استمع. ننتقل إلى السؤال الثالث يقول املأ الفراغ بهمزة القطع أو همزة الوصل المناسبة. التزم المريض إرشادات الطبيب، التزم
همزة وصل. أخذ ثلاثي همزة قطع. أخذ الفلاح يحرث أرضه قبل موسم سقوط المطر. سألني رجل عن متنزه غمدان فأرشدته إليه. أرشدته همزة قطع. أستحم صيفا بالماء البارد لأنه ينشط دورتي الدموية. أستحم همزة قطع. السؤال الرابع يقول: كون جملا مفيدة مبدوءة بما يأتي ثم اكتبها في دفترك. فعل ماض سداسي مبدوء بهمزة. نقول: استخدم النجار المنشار في قطع الخشب. فعل ماض خماسي مبدوء بهمزة. انطلق الحصان مسرعا كالسهم. فعل أمر رباعي مبدوء بهمزة. أبدع الفنان برسم اللوحة. السؤال الخامس يقول: ارسم همزة القطع حيثما يلزم فيما يأتي. نعم، أقبل أدهم مسرورا. أقبل همزة قطع. ثم وضع فوق الطاولة علبة مغلفة بورق الهدايا. فرحت يارا. قال أدهم: انزعي. همزة وصل. عنها الورق يا يارا. حين انتهت همزة وصل، رأت يارا ساعة جميلة وأدخلتها في يدها همزة قطع. قال أدهم: هذه لك يا يارا، استعمليها همزة وصل حتى تنبهك إلى موعد المدرسة. قالت يارا: أحبك يا أخي. وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.